9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه نية لوقف الحرب الوحشية ضد أوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في البيت الأبيض، وصف بايدن بأن ما يفعله بوتين مروع، حيث يستهدف دور الأيتام والمدارس في أوكرانيا، معربا عن ثقته من أن التحالف الغربي سيظل موحدا وراء أوكرانيا. من جانبه، أعلن زيلنسكي خلال أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب أن حصول كييف على أنظمة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي سيعزز بقوة قدراتها الدفاعية. وخلال خطابه أمام الكونغرس الأمريكي، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي أن المساعدات الأمريكية لبلاده ليست إحسانا بل استثمارا في الأمن العالمي. وأشار زيلنسكي أن العام المقبل سيكون نقطة محورية في الأزمة. من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن قيادة زيلنسكي الشجاعة والوطنية التي لا تعرف الكلل ولم تقتصر على جمع شعبه وحسب، بل العالم بأسره يتحد في طليعة الكفاح من أجل الحرية. أعلنت السلطات الأمنية العراقية مقتل وأصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة في كركوك. وأوضحت السلطات الأمنية أن عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش العراقي ضمن منطقة الزاب الأسفل في كركوك، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 2 آخرين. أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية أن انتشار إنفلونزا الطيور تسارع في الأسابيع الماضية في البلاد، الذي يعد ثاني أكبر منتج للدواجن في الاتحاد الأوروبي، مما يثير مخاوف من حدوث مزيد من النقص فيها. وقالت وزارة الزراعة الفرنسية أن الوضع الصحي لسلالة إنفلونزا الطيور شديدة العدوى HBAI في فرنسا تدهور منذ أغسطس وتفاقم في الأسابيع الأخيرة. وكانت فرنسا قد رصدت زيادة في تفشي إنفلونزا الطيور خلال الصيف بعد أن شهدت أسوأ موجة من المرض الموسم الماضي، تسببت في نفوق نحو 20 مليون طائر. رياضيا، تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى الدور الربع النهائي ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه على فريق بيرنلي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات دور 16 للمسابقة. سجل هدفي مانشستر يونايتد الدنماركي كريستيان أريكسن في الدقيقة 27، والإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة 57. وتعد هذه أولى مباريات مانشستر يونايتد الرسمية عقب رحيل نجم الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي الشهر الماضي. يدخل فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح في 10 مساء اليوم مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين. وأوضح المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا أن فريقه يعاني من أزمة نقص عددي حادة قبل مواجهة الريدز. نهاية موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.